تعتبر الإدارة الرشيدة مطلبا ضروريا لبناء الدولة الحديثة والمتطورة، وقد حرص رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو خلال ولايته الحالية على وضع البلاد على المسار السليم عن طريق ترسيخ مبدأ الإدارة الرشيدة، فإلى جانب المساعي المبذولة لتقوية وتعزيز المكاسب الديمقراطية، هناك مساعي ملموسة لترشيد إدارة شؤون البلاد من خلال الاهتمام بالرقي بمستوى إدارة الموارد المالية وتعزيز المحاسبة الإدارية، كما أن انضمام تشاد إلى كل من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء لهو دليل على حرص رئيس الجمهورية على تطبيق قيم الديمقراطية ومبادئ الإدارة الرشيدة على كافة الممارسات في الدولة. شنو وايت أنا شهر 6 ده الفات ده رئيس قام وصفه لي شهر كي يودا رابور ده وقال يبدا من شهر 6 ده نسوق وام القائد في بلان ناسيونال داكسيون ده. دونك في فكري ده كان شغل القائد في بلان ناسيونال داكسيون كان سينا كلنا كجمعنا ب بنية واحد كنا خدمنا كناس انا ادمنستراسيون بيبليك كناس انا اوبيراتور ايكونوميك كناس انا او ان جي كلنا كنا سوا خدمنا ده بلد نمشي قدام. وقد جاء المنتدى الوطني للإصلاحات المؤسسية ليعزز من المكاسب الديمقراطية ويدعم سيادة دولة القانون في خطوة تاريخية لزيادة فعالية أجهزة الدولة وجعلها أكثر تطورا وديناميكية، وذلك في إطار من الرؤية المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة وفرض الإدارة الرشيدة. البون جوفرنانس ده هو شيء مهم مهم في الدولة كثير، وفي تشاد ذاتها البون جوفرنانس ده مهم. عندنا بدينا علوم من سنين كثير نعدو كلام البنك الفنانس نشوروا اللواء نشوروا التكس نشوروا الديكري، وهسا في 2018 ده شغل كثير بيجي. أولا في الكونفنسيون انترناسيونال ويدين تشاد ما راتيفيهم مثلا الكونفنسيون دو لوت كونتر لا كوربسيون الكونفنسيون دو لوت كونتر لو فينانسمون دو تيروريزم ده كل تشاد راتيفيهم ان ديبي دو لاني 2018. بعدين جينا في الكاتريم ريبوبليك الدستور انا كاتريم ريبوبليك ذاته بهدي كثير بكلام البنك الفنانس بقول في البريامبول ذاته البنك الفنانس ده يا انا لينيا دون البريامبول بقول اي نانو يخدم في حكومه عنده اوبليغاسيون بور راندر كونت راندر كونت بشنو غروز الانطاقه فوق مويا الانطاقه فوق عنده اوبليغاسيون بور راندر كونت ده قاعد في البريامبول. بعدين في البول كونستيتيون ذاتها حاجات كثير غير متابعة للبنك والناس. لا شك أن الإدارة الرشيدة عنصر أساسي لبناء الدولة العصرية، وهي أداة هامة لتحقيق التقدم والازدهار.